الجولة التانية بالنسبة لي الأسوأ فالأحسن فالأحسن برايم الخامس كان من أوحش المرات اللي غنيت فيها. خطرت وجربت أن أنا أغني حاجة مختلفة. ما كانش زينب اللي أنا مستنيها الصراحة. شوفي إيه اللي بيليق عليكي، مش فكرة أن أنت عاوزة أغير فهغير، يعني مش عايزين نكررها تاني. دي حاجة تديني دافع أن أنا المرات الجاية أحسن من نفسي وأبقى أحسن كتير. كنت حاسه ان هي مسؤوليه ان احنا نعمل دي سوا. راح نختار زينب وعزيز. الف مبروك زينب وعزيز، 10,000 لكل واحد منكم. لاحظت النتيجه فعلا في البرايم ده، اغنيه مختلفه تماما عني، انا كنت مستغربه انا مين اصلا. ان انا طبعي هاديه، بتكسف جدا جدا. برافو عليك، مفيش كلام اقدر اقوله، خلاص صح؟ خلصت. زينب وجو حصل المنافسة بدأت تشتد، كل واحد بدأ يبان جواه الجزء القوي. أغنيتي الخاصة هتكون هي الهدف اللي أنا عاوزة أوصل في الجولة الثالثة.